عليكم ورحمه الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن ساره زوجة محمد محمود عبد العزيز، وهي طبعا محمد محمود عبد العزيز بيوجه لها رساله رومانسيه وبيعلن اقتراب موعد ولادتها باذن الله. ربنا يقومها بألف سلامة إن شاء الله. يعني هو طبعا عيد ميلادها يوم 16/9، وهو على طول أول ما الساعة جت 12 كتب لها رسالة وقال لها كل سنة وهي طيبة، وأنا مش هقولك وأنت كل سنة، بس كل ثانية وأنت طيبة وربنا يخليكي ليا، وإن هي سارة الحنية والطيبة والضحكة، وإن شاء الله السنة الجاية نبقى ثلاثة. وكمان قال إن هو هيأجل الاحتفال والهدية طبعا لبعد ولادتها، وده علشان خلاص هي اقتربت خالص ان هي تولد باذن الله. ربنا يقومها بالف سلامه باذن الله تعالى، ويخليهم لبعض ويحميهم من العين ان شاء الله. بيعلن ان هو بيحبها جدا جدا، وان السنه الجايه ان شاء الله يحتفلوا ويكونوا ثلاثه باذن الله على خير ان شاء الله. ربنا يحفظهم لبعض يا رب، ويحمي كل بيت يا رب، ويحمي اولادنا جميعا اللهم امين، واولاد المتابعين والمستمعين. وكانت في طبعا متابعه غاليه طلبت ان احنا ندعي لاولادها والدتها وكلنا يا رب العالمين، ولادنا وامهاتنا يبقوا بالف صحه والف خير اللهم امين. رددوا معايا الدعاء لكل اولادنا كلنا على بعضنا كده اللي بنسمع بعضنا، ربنا يخلي لنا اولادنا ويحفظهم يا رب ويهديهم، ويخلي لنا امهاتنا يا رب العالمين، ويجعلهم في افضل صحه اللهم امين. واب والاباء الموجودين الحيين يعني الموجودين، انا والدي متوفي ربنا يرحمه، اللي ابوه موجود ربنا يا رب يعني بحق حبيبك محمد كده ان شاء الله يكرمه، واللي ماتوا يا رب ورحلوا عننا ربنا يرحمهم اللهم امين يا رب العالمين. واحنا في ليله مفترجه ليله الجمعه اللي صابح بكره الجمعه ان شاء الله، ربنا يكرمنا جميعا اللهم امين. بدعي لحضراتكم من قلبي، وانتوا كمان ادعوا لي من كل قلوبكم، وكل ندعي لبعض من قلوبنا بالخير كده من قلوبنا بجد، دعوه صادقه ان ربنا يكرمنا جميعا يا رب. ان شاء الله ربنا هيكرمنا يا رب ويوفقنا ويجعلنا في اعلى المراتب اللهم امين، ويرضى عنا ويرضينا بما قضى لنا يا رب. راضينا دايما بقضيته لينا، وجعلنا دايما في اعلى المراكز وناجحين يا رب العالمين، وفقنا. شوف حضراتكم يا رب على الف خير. بشكر حضراتكم جميعا على كل كلمه حد كتبها كويسه جدا بجد بتاثر في نفسي. شوف حضراتكم على الف خير يا رب، فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.